learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. قصة الرجل الذي أوصى بحرق جثته. هي قصة من قصص السابقين أوحى بها الله عز وجل إلى رسوله الكريم ليبين لنا مدى رحمة الله عز وجل بعباده. ففي زمن من الأزمان الغابرة في غير شريعة الإسلام كان هناك رجلا ما عمل خيرا قط في حياته، وقبل وفاته جمع أبناءه كلهم وقال لهم: ألست أباكم؟ قالوا: نعم. قال: إذا طلبت منكم طلبا تجيبوه؟ قالوا: نعم. قال: إذا أنا مت فأحرقوا جثتي ثم خذوا رمادي وانثروه في البر والبحر في يوم شديد الريح. قالوا: لما؟ قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فأنا لم أفعل خيرا قط. فلما مات صنع أولاده وأبناؤه ما أمر، فأحرقوا جثته ونثروه في البر وفي البحر والهواء. أمر الله عز وجل أجزاءه أن تجتمع، فتجمعت مرة أخرى، وأمر الله في الروح أن تنفخ، فعادت الروح إلى الجسد ودبت فيه الحياة من جديد، وقام بين يدي رب العالمين، ووقف أمام الله، فسأله الله عز وجل: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، خوفي منك جعلني أصنع ما صنعت، وعلمت أنك تعذبني فأردت ألا أبعث، فقد كان يجهل قدرة الله وجلاله، فما كان من العلي القدير إلا أن قال له: عبدي، لقد غفرت لك ورحمتك. فقط غفر الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي لم يفعل في حياته خيرا قط، لخوفه وخشيته الصادقة من الله. فرحمه الله فرحمة الله وسعت كل شيء. الله أرحم على عباده من رحمة الأم بوليدها.